يعني احنا الانتقادات اللي كنا نقولها من اول على المنتخب وعلى اتحاد القدم كانت لشيء كنا متوقعين انه حيصير قبل كاس الخليج وبعد المباريات الوديه. كنا نتكلم ان المنتخب بحاجه لتغيير لوبيز اذا كان هناك اي نيه او تفكير حتى او عدم قناعه كامله بلوبيز انه كان المفروض يتغير قبل كاس الخليج علشان ما نصير في المازق اللي احنا فيه. اليوم عندنا مدرب منتخب ماخذ اللاعبين بكره الظهر وما حضر لهم ولا تمرين وبيطلع فيهم لاستراليا لمعسكر قصير قبل البطولة الآسيوية. طبعا في ناس تحكي تقول لك والله أحيانا المنتخب الغير جاهز هو اللي ممكن يخطف البطولة. نقول يا رب.